نزل الحلفاء في إيطاليا التي احتلها الألمان. عند تقدمهم شمالا حيث كان موسوليني لا يزال مسيطرا، حوصرت الجيوش الأمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية بحزام الدفاع الألماني الثابت الذي بني على امتداد خط غوستاف في منطقة مونتي كاسينو. يقع دير القديس بنديكت التاريخي على قمة الجبل. اعتقد الحلفاء أن الألمان قد حولوا هذا النصب التذكاري الذي يعود إلى 1400 عام إلى موقع للمراقبة. أسقطت أكثر من 200 قاذفة قنابل تعود للحلفاء، أكثر من 500 طن من القنابل على الدير. لم يكن هناك شيء مقدس في الحرب العالمية الثانية، وكل شيء تحول إلى جحيم. شن الحلفاء هجومهم، لكن المظليين الألمان أجبروهم على التراجع. تحصنت قوات الاصطدام الألمانية بثبات في الدير المهدم. لم يحقق إلقاء القنابل شيئا. تم تصوير هذه المشاهد من قبل المخرج الأمريكي جون هوستن الذي أرسل إلى هذه الجبهة في إيطاليا. قال في وقت لاحق: كانت مذبحة في البرد القارس. دعت شرشل إيطاليا بالمنطقة الضعيفة في أوروبا. بالتحرك من الجنوب عبر إيطاليا كان هدف تشرشل السيطرة على برلين قبل أن يتمكن الروس من ذلك. استمر الجيش الأحمر بالتقدم بثبات من الشرق وحررت كييف. انسحبت القوات الألمانية من أوكرانيا باتباع تعليمات هتلر بتدمير كل شيء على نحو منظم. في إيطاليا بعد عدة أشهر كانت القوات الألمانية لا تزال تسيطر على خط غوستاف ومونتي كاسينو. اعتزم الجنرال الفرنسي جوان مفاجأة الألمان الذين تركوا هذه المنحدرات بلا دفاع معتقدين أنها شديدة الانحدار. لكن جنود شمال أفريقيا أقوياء البنية، كما أن الفرق البولندية تمكنت من تسلق الجبل، فوضع الحلفاء على الطريق إلى روما. بينما تراجعت القوات الألمانية تركت وراءها دمارا من جديد. لكن الألمان تمكنوا مع موسوليني وما تبقى من الفاشيين من السيطرة على شمال إيطاليا وصناعتها. أصبحت هدفا لهجمات الإيطاليين المواليين الذين انتقموا بعنف عشوائي. تهيأت آلة الحرب التي حشدها الحلفاء لإنزال النورماندي. في أمسية الخامس من يونيو استعد المظليون للمغادرة وأظهروا أنفسهم بمظهر الهنود عبر الطلاء وقصة الشعر ليشعروا بالشجاعة. جاء القائد الأعلى لقوات الحلفاء الجنرال آيزنهاور ليخبرهم: أنتم على وشك شن حملة عنيفة. قضت الخطة بالنزول على خمسة شواطئ على مدى 100 كيلومتر من ساحل النورماندي من السان حتى شبه جزيرة كوتنتان، حيث كانت أضعف دفاعات جدار الأطلسي الألمانية. في منتصف الليل في الخامس من يونيو انسل المنزلقون البريطانيون والمظليون الأمريكيون والكنديون بهدوء فوق منطقة النورماندي. كان المظليون أول من وطئ أرض فرنسا المحتلة. كانت مهمتهم تأمين جوانب منطقة الإنزال.
كان أسطول الحلفاء قادما وكان أكبر أسطول تم حشده، نحو 5000 سفينة إنزال وطائرة هجومية. لكن الألمان لم يكتشفوها، فقد منعوا من استخدام طائرات الاستطلاع بسبب الطقس العاصف. أسقطت القنابل والقذائف من السفن الحربية على الساحل، لكنها لم تصب أهدافها على الشاطئ الذي رمز له بشاطئ أوماها. لم تتعرض المستودعات الألمانية للقصف. كانت الموجة الهجومية الأولى للقوات الأمريكية تستعد للقضاء على التحصينات الألمانية على شاطئ أوماها. كان من بينهم الكاتب الأمريكي إرنست هيمينغواي الذي كان مراسلا حربيا. كتب قائلا: مع خيوط أول النهار الرمادي كانت قواربنا تمخر عباب المياه الزمردية متوجهة نحو اليابسة، وكانت أشبه بتوابيت فولاذ محشوة بخوذات الجنود المحشورين فيها، وجو ملبد بالضيق والارتباك، ووحدة موحشة نحو الحرب. مراسل حربي آخر هو المصور روبرت كابا، كان عالقا أيضا في هذا الجحيم. قال: كان أقبح شاطئ في العالم بأسره. نزلنا إلى شريط رملي ضيق منهكين من الماء وشدة الخوف. خسر أكثر من 2000 جندي أمريكي حياتهم هنا. مع قدوم المد حوصر الجنود بين البحر وطلقات رصاص الحصون الألمانية. جهز آيزنهاور تصريحا في حال فشل الإنزال. قال في رسالة: اعتمد قراري بالهجوم من هذا المكان على أفضل المعلومات المتوفرة، وإن منيت هذه الخطة بالفشل فاللوم موجه لخطأي أنا وحدي. لكن مجموعة صغيرة نجحت في التسلق تحت نيران العدو، وقاومت المدافع الألمانية بمساعدة قاذفات قنابل سلاح الجو الملكي ومقاتلاته. في الوقت ذاته نزلت القوات الكندية على شاطئ جونو. كانت هناك مقاومة بسيطة، طلقات قليلة فقط لم تعق البريطانيين على الشاطئ التالي. أخيرا استسلم بعض المدافعين الألمان الذين نجوا من القصف. نزلت الفرق العسكرية البريطانية والفرنسية على الشاطئ الخامس. خطط الحلفاء لإنزال 326 ألف رجل. في أسبوع واحد فقط تم نقل 10,000 رجل و3,200 مركبة و15,000 طن من التعزيزات بمعدل يومي. لتحقيق ذلك كانت هناك حاجة إلى ميناء، لكن الحلفاء قرروا الابتعاد عن الموانئ الكبيرة والتي كان يدافع عنها جيدا والإنزال على شواطئ النورماندي. بدلا من ذلك أحضروا موانئهم معهم، أدوات بناء هائلة الحجم تدعى ثمار التوت، و146 بنية من الخرسانة يصل طولها إلى 61 مترا ووزنها 6,000 طن. تم تجميعها لتشكيل حاجزا للأمواج وأرصفة بحرية. تمكنت سفن الحرية كما كانت تدعى من إنزال حمولتها عليها. سلمت مواقع إنشاء السفن الأمريكية سفينة واحدة كل يوم. في أقل من 3 أعوام حولت صناعة الحرب الولايات المتحدة إلى قوة عظمى. جندت البلاد أكثر من 11 مليون رجل. أصبحت جيوشها الآن في فرنسا وإيطاليا وشمال أفريقيا وآسيا. تمكنت الولايات المتحدة بعد أيام عدة من إنزال النورماندي في أوروبا، من تجميع أسطول ثان في الجانب الآخر من العالم في المحيط الأطلسي لمهاجمة جزر ماريانا التي كانت اليابان تسيطر عليها. بعد السيطرة على جزيرة تراوا في العام السابق، أراد الأمريكيون استخدام جزيرة سايبان كقاعدة تقلع منها قاذفات القنابل المتجهة نحو اليابان. تهيأ للقتال نحو 127,500 من القوات، ك
كان ثلثاها من جنود البحرية. سحقت 15 حاملة طائرات و900 طائرة سلاح الجو الياباني في معركة بحر الفلبين التي عرفت لاحقا باصطياد الحبش في ماريانا. وجهت ايضا ضربة قاضية الى البحرية الامبراطورية اليابانية. سحقت على اثرها دفاعات اليابان في سايبان. لكن عندما نزل جنود البحرية على هذه الجزيرة الصغيرة التي يصل عرضها الى 9 كيلومترات فقط، بدأت احدى اكثر المعارك دموية في الحرب. قتل وجرح اكثر من 15,000 امريكي و 27,000 يابانيا على الاقل. بعد شهر ونصف الشهر من يوم الانزال استمر القتال عنيفا. كان الحلفاء يتقدمون، لكن ايزنهاور شعر بالقلق. كان هتلر عازما على احتواء الحلفاء في النورماندي لحماية منحدرات اطلاق سلاح الرعب V1 الذي اطلقه على لندن من شمال فرنسا. كان اول صاروخ تم استخدامه على الاطلاق. V1 قنبلة طائرة ذات محرك اطلاق مع رأس قذيفة متفجر يزن طنا واحدا. كان يصعب اعتراض او اسقاط هذه الطائرة الصغيرة بلا طيار. دعاها البريطانيون القنابل الطنانة لانها تصدر ضجيجا كصوت الدراجة النارية. كان يحذر اهالي لندن من وصولها. في الوقت الذي كانت تصل فيه صواريخ في ون الى العاصمة، كان وقودها ينفد وتتباطأ محركاتها. لم يعرف اهالي لندن ابدا اين يمكن ان تقع. اطلق نحو 20,000 من هذه الصواريخ نحو انجلترا وقارة اوروبا وقتلت 11,000. لكن حتى في ظل هذه الظروف حافظ البريطانيون على شجاعتهم وهدوئهم. اذا فشلت صواريخ في ون في اضعاف معنويات البريطانيين، فقد هدفت ايضا الى رفع معنويات الالمان. اضطروا اعواما الى العيش في ملاجئ تحت الارض. أمطرت قاذفات القنابل الأمريكية نهارا والقاذفات البريطانية ليلا المدن الألمانية بوابل من القنابل. أسقطت الطائرات الأمريكية 1.4 ملايين طن من القنابل. قتل قصف الحلفاء نحو 600,000 وشرد 7 ملايين آخرين. كانت تلك نتيجة حملة القصف الاستراتيجية التي هدفت الى تدمير القدرة الصناعية والبشرية الداعمة لجهد ألمانيا الحربية. وجار الذئب شرق بروسيا. في مقر الفوهرر خبأت الابتسامات الدبلوماسية الإجبارية شعور القلق الذي يراود ضباط هتلر، خصوصا أولئك من الأرستقراطية العسكرية البروسية القديمة. في العام الماضي اشترك الكثير منهم في خطة للتخلص من هتلر. احد هؤلاء الضباط وهو الكولونيل كاونت كلاوس فون شتاوفنبرغ، الذي قام بوضع قنبلة اسفل مكتب هتلر خلال مؤتمر في وجار الذئب. انقذت هذه الطاولة الثقيلة هتلر، فقد جعلت الانفجار ينحرف ويقتل 4 رجال ويجرح 20 آخرين. قال هتلر عن محاولة الاغتيال الفاشلة: بعد نجاتي من الموت، أنا الآن أكثر اقتناعا بأن القضية العظيمة التي قمت بخدمتها ستحقق نجاحا عبر مخاطرها الحالية، ويمكن إنهاء كل شيء نهاية جيدة. أصيب هتلر بإصابات طفيفة، لكن الحادثة صدمته بعمق وأثرت في حالته الذهنية وعززت قسوته وجنون العظمة لديه. أطلق العنان لانتقامه.
حكم المتآمرون الرئيسيون واعتقل 5000 مشتبه به وأعدم منهم 200 ورحلت عائلاتهم. لم يكن مترددا في إعدام مارشالاته. أجبر رومل على الانتحار لأنه وافق على الحلول محل هتلر في قيادة الجيش، وأقام له هتلر جنازة رسمية كنوع من النفاق السياسي. منذ ذلك الحين أصبحت القوة في يد الوحدات الخاصة، وسقطت ألمانيا تحت قبضتها. ما من شيء سينقذها الآن. أخذت الحرب البطولية العظيمة كما دعوها منحا جديدا بالنسبة إليهم. أصبح الجيش الأحمر فجأة قادرا على تسديد الضربات بقوة أذهلت الجهات كافة. عدد لا متناه من الرجال حتى بعد المعارك التي خلفت خسائر فادحة في موسكو وستالينغراد. كان الهجوم في بيلاروسيا صيف عام 1944 أحد أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية. بلغ عرض الجبهة الشرقية 1000 كيلومتر، لكن الروس كانوا قادرين على التقدم مئات الكيلومترات خلال شهرين، وقضوا على 17 فرقة عسكرية ألمانية. تراجعت القوات الألمانية نحو شرق بروسيا مخلفة وراءها آلاف الضحايا. تم استعراض 50,000 أسير ألماني في شوارع موسكو. في الغرب كانت للحلفاء اليد العليا. كان الوضع يتدهور بالنسبة إلى القوات الألمانية. أسر 50,000 جندي ألماني في بؤرة فاليه، أو كما دعاها الألمان ستالينغراد في النورماندي. كان انتصارا مهما للحلفاء. أحكم الحلفاء قبضتهم بإنزال جديد في بروفونس. لعب الجيش الفرنسي الذي أعيد تشكيله دورا أساسيا في هذا الإنزال. الأفارقة والمغاربة والجزائريون والتونسيون والقادة الفرنسيون والشبان الفرنسيون الذين كانوا جزءا من قوات فرنسا الحرة ساندوا التحرير في بروفونس. استغرق تحرير كامل الساحل حتى مارسيي 2 أسبوع فقط. ظهرت حركة المقاومة وأسهمت في التحرير كما فعلت فيما بعد في باريس. نهضت باريس وأنشئت الثكنات خلال المدينة. تراجع معظم الجيش الألماني نحو الشرق، لكن تخلف 20,000 رجل تحت إمرة الجنرال فون كولتز الذي تلقى تعليمات من هتلر بتدمير المدينة. اندلع قتال عنيف. في اليوم الرابع من العصيان المسلح وصلت وحدة فرنسية هي فرقة الجنرال ليكلير المسلحة الثانية من النورماندي، وتم تحرير العاصمة أخيرا في اليوم التالي. استسلم الألمان. أخذ الجنرال فون كولتز إلى مقر ليكلير في محطة قطار مونبارنا. كان هتلر قد اتصل وسأل سؤاله الشهير فريند باريس، هل باريس تحترق؟ فضل كولتز تسليم نفسه. هذا الضابط الذي كان ممن فرضوا النظام من الفرقة الجوية عصى أمر هتلر بالقتال حتى الرمق الأخير. وصل الجنرال ديغول بكلمات بليغة سجلها التاريخ. باري اوتراجي، باري بريزي، باري مارتيريزي، مي باري ليبيري. بينما تحررت فرنسا وبلجيكا تدريجيا وكان الجيش الأحمر ينتظر خارج وارسو،
على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، عاد الجنرال الأمريكي ماك آرثر إلى الفلبين. بعد الهروب من الحصار الياباني قبل 3 أعوام، قال ماك آرثر: سوف أعود. قدمه مساعده في العلاقات العامة إلى الناس بسخاء، وكان ذلك مكتملا بغليونه الذي يشبه غليون باباي. قال: يا أهالي الفلبين، لقد عدت، حانت ساعة خلاصكم. لكن تحرير الفلبين استغرق 4 أشهر. كانت مانيلا عاصمة الفلبين ثانية أكثر مدينة تم تدميرها في الحرب بعد وارسو. في كل مكان في المحيط الأطلسي وسمت الحرب بهذا النوع من الهمجية. في كل مكان فوضى احتجاز جنود البحرية على الشواطئ في هذه الجزر الرهيبة. العناد الانتحاري لدى اليابانيين نفسه. Surrendering is the ultimate disgrace. The Americans are no longer taking any risks. They follow the instinct to shoot first and ask no questions. Along with imperialism, another underlying cause of World War II is racism. Racism gave birth to Auschwitz, the killing factory, liberated by the Russian offensive of January 1945. Hatred of the Jews, exterminating them, was, as Hitler wrote in Mein Kampf, his mission. He sent 1 million Jews to their death in the gas chambers of Auschwitz. 6 million died of starvation, brutal treatment, were shot and burned in the crematoriums in Majdanek, in Sobibor, in Treblinka. The Russians find a few hundred survivors, tattooed for life. They also intercept the trains full of deportees. The Nazis continue to give priority to these death trains, even over the munitions convoys. They make their trips to the approximately 100 concentration camps that are still operating at the beginning of 1945. Millions of Jews, political activists, opponents, Christians, homosexuals, gypsies, have been deported to these camps, and 5 million of them have died of hunger, abuse, and exhaustion. Like the slaves in the Dora Tunnel, the underground factory where the Nazis are assembling another secret weapon, the V-2. The first ballistic missile, with a 1-ton explosive warhead that has a range of 300 kilometers. From the German coast, 1,500 of them are launched against London, and 2,000 against Belgium, adding to the devastation and the civilian casualties. The Allies' greatest fear is that it might one day carry a nuclear charge. نبه العالم البارز ألبرت أينشتاين روزفلت إلى ضرورة التفوق على الألمان. قدمت موارد مالية كبيرة، وبدأ فريق من العلماء بالعمل سرا على أول قنبلة نووية. قنبلة تستخدم معدن اليورانيوم وتجعل انشطار الذرة ممكنا. وهي تملك قوة 20,000 طن من ثلاثي نترات التولولين أو الـTNT، أقوى بـ2000 مرة من أكبر قنبلة مستخدمة حتى ذلك الوقت، بالإضافة إلى الغبار الذري المتساقط الإشعاعي والمميت. كان الهدف برلين، لكن هذه القنبلة الذرية الأولى لم ينتهي العمل بها في الوقت المناسب لألمانيا. في ألمانيا، هل كانت هناك أي مصانع لا تزال تعمل قادرة على إنتاج سلاح كهذا؟ حتى الوقود الاصطناعي أصبح نادرا،
استمر إلقاء القنابل الكثيف من الحلفاء ليلا ونهارا في تدمير المدن الألمانية. دمرت قاذفات القنابل دريسدن فيما بعد، وهي مركز مهم للاتصالات بين الجيوش الألمانية على الجبهة الشرقية وأحدى أهم المدن الصناعية في الرايخ. حتى الآن لم تتعرض لأذى. كانت دريسدن التي عرفت بفلورنسا نهر الألب إحدى أجمل مدن أوروبا العائدة إلى القرون الوسطى. شكلت القنابل الفوسفورية إعصارا ناريا، قدر أن 25,000 شخص احترقوا بسببه حتى الموت. استمرت المدينة في الاشتعال مدة 7 أيام. قال تشرشل: سنجعل الشعب الألماني يتذوق جرعة حادة من المصائب التي أمطر الإنسانية بها. أصبحت مدنهم مدمرة. رغب غوبلز والنازيون في القضاء على جميع الألمان من سن 16 إلى 60 كجزء من قوات الشعب. صاحوا قائلين: أتعهد بالقتال بشجاعة من أجل وطني، أقسم على الموت من أجل أدولف هتلر. قال هتلر: يجب أن لا يكون هناك أي ضعف في ألمانيا. لم يتجرأ جنرالاته الذين نجوا من التطهير الواسع الذي تبع محاولة الاغتيال في 20 تموز على معارضته. أطاعوا أمره الذي بدا تافها في الهجوم على الغرب في أردين خلال الشتاء. فضلوا تكريس كل جهودهم لمحاربة الروس. كان هتلر يأمل استعادة السيطرة على أنتويرب لإيقاف إنزال حمولة الحلفاء من المعدات، الأمر الذي كان سيمكنهم من التوجه نحو ألمانيا. لكن الهجوم الألماني على أردين فشل بسبب دفاع المظليين الأمريكيين في باستن، وبسبب تدخل دبابات الجنرال باتن وقوة أسلحة الجو الساحقة لدى الحلفاء. أما الروس في الشرق فقد عبروا الحدود الألمانية. هرب الملايين من الألمان المذعورين بسبب تقدم القوات السوفيتية، ولا سيما النساء الألمانيات اللواتي خشين من ارتكاب واسع للاعتداءات. لم يكن هناك خلاف بين الحلفاء الغربيين والروس. وفق اعتقاد تشرشل كانت المشكلة مع ألمانيا قد انتهت عمليا. أصبح يفكر الآن في تقسيم المناطق الواقعة تحت الاحتلال. التقى روزفلت في كرايميا لعقد مؤتمر مهم مع ستالين. لخشيته من الخسائر المتزايدة في المحيط الهادئ، ألح روزفلت على ستالين بالانضمام للحرب ضد اليابان. جعل ستالين روزفلت يقطع كل المسافة حتى الوصول إلى كرايميا، الأمر الذي كان مجهدا على صحة الرئيس المريض. كان منهكا وهزيلا، وبالكاد كانت لديه القوة لرفع ذراعه. كان روزفلت يدخن سيجارة تلو أخرى. كان شديد الضعف وتوفي بعد أسابيع عدة. كانت الأولوية لديه اليابان، لكنه في الوقت ذاته لم يملك القوة لمعارضة ستالين الذي حرر واحتل بعض جمهوريات البلطيق: رومانيا، بلغاريا، هنغاريا، بولندا، سيليسيا، بروسيا، ولم تكن هناك طريقة تجعله يتخلى عنها. تشرشل هو الوحيد الذي أراد التفاوض. أخيرا تمكن من جعل ستالين يعد بإقامة انتخابات حرة في بولندا، وهو وعد لم يفي به على الإطلاق، وأن يسلم اليونان، الأمر الذي سيسبب حربا أهلية. ثار الموالون الشيوعيون اليونانيون وقام ستالين بالقضاء عليهم. كان أحد أهداف هذا المؤتمر هو تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي انعقدت لاحقا في سان فرانسيسكو. قضت مهمة الأمم المتحدة بالسعي لإقامة تسوية سلمية بين جميع المتنازعين وبحماية حقوق الإنسان. هذه الصورة تعلن بداية الحرب الباردة.
استمرت الحرب في المحيط الهادئ. رفع جنود البحرية العلم الأمريكي على قمة جبل سوريباشي، وهو البركان الذي يسود جزيرة إيواجيما. قضت المعركة على حياة 7,000 أمريكي وعشرين ألف ياباني. أصبح من الممكن لقاذفات القنابل بوينغ B-29 فائقة تصفح الإقلاع من إيواجيما وغيرها من الجزر في المحيط الهادئ للوصول إلى اليابان. اخترع البشر شيئا أكثر وحشية من الفوسفور المستخدم في دريسدن، النابالم، وهو الغازولين الممزوج بالهلام الحارق. كان اليابانيون كغيرهم ضحايا لقادتهم العسكريين الذين دفعوا بهم نحو هذا الجحيم، والذين أرادوا متابعة الحرب رغم وقوع 80,000 ضحية ومليون مشرد نتيجة هذه الغارة الجوية على طوكيو. قبل 7 أعوام كان هتلر في دارته في جبال بافاريا الشاهقة برفقة كلبه بلوندي الذي بدا أنه يحبه أكثر من أي إنسان. توقع قائلا: لن تنتهي الحرب القادمة كالحرب العالمية الأولى، لن يكون هناك يوم 11 نوفمبر، سيكون إما نصرا أو فناء. قد يكون هذا الشعور بكل شيء أو باللا شيء هو ما منعه من الزواج من عشيقته إيفا براون. قال: أنا متزوج من ألمانيا. كانت ألمانيا على حافة الانهيار. حاصرت القوات السوفيتية برلين، لكن هتلر رفض الاعتراف بالهزيمة وقال: ستكون نقيضا لستالينغراد. لكن جنوده المتبقين الذين أربكتهم قاذفات الصواريخ الروسية استسلموا واحدا تلو الآخر. أسفل أنقاض مبنى المستشارية في ملجئه تحت الأرض تكلم هتلر بصخب، وكان يهذي ويناور أعداءه الوهميين. استغل آخر أتباعه المخلصين فرصة الهدوء المؤقت للقدوم والاحتفال بعيد ميلاده في 20 أبريل. كان هتلر يبلغ 56 عاما. قدم العزاء لهؤلاء الشبان من منظمة شبان هتلر الذين تم اختيارهم بعد مقتل آبائهم في القصف على دريسدن. بينما كان الأمريكيون يتقدمون غربا، أسروا آلافا من شبان هتلر الذين أرسلوا إلى الجبهة ليحلوا محل الجنود الذين قتلوا. لم يكد الأمريكيون يصدقون ما رأته عيونهم، فلم يخش هؤلاء الجنود اليافعون شيئا. لم تكن لدى الرجال الكبار في السن في قوات الشعب الذي تم أسرهم أيضا أي كلمات عزاء لهم. التقى الأمريكيون مع الروس في ألب قرب جسر تارغاو. التقى الشرق بالغرب. كان ذلك آخر فصل للتحالف. كان الجو وديا أمام آلات التصوير. عرضت صورة ستالين بفخر، لكن صورة روزفلت كانت محاطة بشارة حداد سوداء. توفي في 12 أبريل. شعر أحد أكثر الجنرالات شهرة في أمريكا بالغضب، إنه جورج باتون. اعتقد أنه كان على الأمريكيين أن يدخلوا برلين قبل الروس. باتون هو الرجل الذي كان يضع المسدسات في حزامه وقاد دباباته عبر أفريقيا والنورماندي وأردين. قال لأيزنهاور: يبعد الجيش 69 ميلا عن برلين،
عدم الذهاب إلى هناك هو خطأ تاريخي ستكون عواقبه وخيمة. لم يجب آيزنهاور بشيء، كان كل ما يهمه هو إبادة هتلر والنازيين. قبل عدة أيام اتصل به باتون بإلحاح وأراده أن يشهد على فظاعات معسكرات الاعتقال في بوكنفالد. أمر آيزنهاور بنقل سكان مدينة فايمر المجاورة في شاحنات لكي لا يستمر بقول إنهم لم يكونوا على علم بذلك، لكي يظهر لهم أن أمورا مشابهة موجودة بالفعل، لكي يتمكنوا من أن يشهدوا في ألمانيا، لكي يقولوا بأنهم شاهدوا الوشوم التي جمعت من أجساد من رحلوا وأغطية المصابيح التي صنعت من الجلد البشري والرؤوس المتقلصة. بالتوافق مع اتفاقات يالطا سحب آيزنهاور قواته من بوكنفالد التي كانت تقع في المنطقة السوفيتية. في الحال وضع ستالين المخيم في حال تأهب للعمل، أصبح جزءا من نظام السجن لديه حيث سجن فيه الناس الذين اشتبه بعدائيتهم لنظام حكمه. في برلين كان الروس يبعدون 300 مترا عن مقر الفهرر. قتل هتلر كلبه بلوندي بعد زواجه بإيفا براون. ابتلعت حبة من السيانيد. صوب هتلر النار على رأسه. انتحر غوبلز مع زوجته أيضا، وحاولت قوات الوحدات الخاصة إحراق جثتيهما. قبل ذلك قامت ماجدا غوبلز بتسميم أطفالها الستة. كتبت في رسالتها الأخيرة: أن ننهي حياتنا مع الفهرر نعمة لم نكن لنتجرأ على أن نحلم بها. رفع السوفييت علمهم الأحمر فوق الرايخستاغ. تم إلقاء القبض على زعماء النازية الرئيسيين كغورينغ، أحد أكثر شركاء هتلر خبثاً. في إيطاليا أعدم موسوليني بطريقة شعبية. في كل مكان في أوروبا انطلقت موجة من الانتقام ضد من تعاونوا مع القادة المستبدين بطريقة أو بأخرى. في برلين تولت أنا بافلوفنا القيام بإشارات المرور عند بوابة براجنبرغ. لهزيمة ألمانيا دفعت روسيا ثمنا باهظا. قتل 20 مليون جندي ومدني، نحو 15% من سكان الاتحاد السوفيتي. سمح الجنرال جوكوف بتصوير نفسه في أنقاض مركز مستشارية الرايخ الهائل، رمز أوهام العظمة لدى هتلر. أخيرا في مكتب هتلر مع الكرة الأرضية الشهيرة التي حاكها تشارلي شابلن بسخرية في فيلمه الديكتاتور العظيم. أمر هتلر القوات الخاصة بإحراق جثته. تخلص السوفييت من العظام لمنع أي نوع من تبجيل الأبطال. وقع قائد القوات الألمانية الماريشال كايتل استسلام ألمانيا النازية غير المشروط أمام الجنرال جاكوف عدوه اللدود وضباط التحالف الماريشال الجوي البريطاني تيدر والجنرال الأمريكي سبادز والفرنسي ديلاتر ديتاسينيه. حكم كايتل فيما بعد في محاكم نورنبرغ الدولية وتم إعدامه.
قضي على ألمانيا وأوقفت النازية. هل كان من الضروري أيضا القضاء على اليابان؟ في المحيط الهادئ كان الطيارون الانتحاريون الذين يدعوهم اليابانيون بالكاميكازي يهبطون بطائراتهم عموديا على الأسطول الأمريكي. كان الزعماء العسكريون في طوكيو متشبثين بقوتهم لمنع الأمريكيين من الإنزال في اليابان. في النهاية قررت الولايات المتحدة رفض غزو اليابان، واعتقدت أن ذلك سيكلف البلاد خسارة مليون من الأرواح. بدلا من ذلك فجرت الجحيم الذري. تسببت أول قنبلتين نوويتين لم يسبق تفجيرهما خلال ثانية واحدة بمقتل أكثر من 100,000 شخص، وجعلت الإمبراطور هيروهيتو يسعى للسلام دون فقدان ماء الوجه. اتجه بعض اليابانيين إلى الأدغال، ولم يعلم بعضهم بهزيمة بلادهم. خرج آخرهم من مخبئه وسلم نفسه عام 1975. في خليج طوكيو كان على متن سفينة يو اس اس ميزوري ممثلي دول التحالف من الصين وبريطانيا العظمى وروسيا وفرنسا، وقد فاضت بهم المشاعر. حصلوا على امتياز حضور توقيع الاستسلام الياباني الذي أعلن نهاية الحرب العالمية الثانية. الجنرال ماك آرثر مثل المنتصرين. وزير الخارجية الياباني الذي كان مرتديا قبعة ويعرج بعد فقدانه لساقه في هجوم في الصين، وقع نيابة عن الإمبراطور الذي كان قد التقى به في اليوم السابق وكان قد أخبره: علينا أن نجعل من يوم الحداد هذا أول يوم من مولد اليابان الجديدة. بتلك الطريقة يمكننا الذهاب إلى المراسم ورؤوسنا مرفوعة. ختم ماك آرثر بهذه الكلمات: آمل بشدة، وكذلك تأمل البشرية، أن تكون نتيجة هذه المناسبة المهيبة ظهور عالم أفضل من بين سفك الدماء والمذابح التي حصلت في الماضي. تسببت هذه الحرب بمقتل 50 مليون شخص، كان معظمهم مدنيين أبرياء كنتيجة لعنف تام. عانى آلاف الضحايا لسنوات عديدة من الآثار المروعة لما بعد الإشعاع النووي، أو من الخسارة الفظيعة للآباء أو الأطفال الذين أبيدوا في هذه الحرب. هذه السلسلة مهداة إلى ضحايا كل أشكال الاستبدادية. فلنكن ممتنين للمصورين والأبطال مبتوري الأذرع الذين صوروا هذه المعارك لأجل الأجيال القادمة. وإلى جميع من قام بتصوير الحرب بكل ما فيها من بشاعة وقلة احتشام، لقد عرفونا على روز التي كتبت في آخر يوم من هذه الكارثة كلمة النهاية على قنبلة.